السلام عليكم اخي، الله يحفظك. لا هاني، الله يودي. انا عارفك ابغى العياء باش نمسح قوس. انا عارف عندك مشاغل وحشومه تزيدك. انا عرفت، انا بغيت غير تسمع الدعوه. اقسم بالله العظيم، الله يرحم لك الوالدين. كيف ما قلت لك، واخا ما عرفتش شنو نقول لك، ما غاديش نوفي ديك الدعوه اللي باغي ندعي معاك، ولا داك الشيء اللي تجاهك. الله يرحم الوالدين تماما. راه الله يكون في العوان. راه داك الشيء راه ماشي سهل، راه غير الطاقه اللي تبارك الله. وانت كتقرا وداك الصوت وداك الخشوع اللي كتقرا في القران، تبارك الله، راه ربي ما زارعوش في قلب اي واحد. يعني راه واحد طاقه ومجهود كبير. يعني راه انا غير مريح ومتكي وكنحس براسي ماشي كنعيا، انما شي حاجه يعني في الوقت ده الانفتاح. ما شاء الله، الله يحفظك. والله الا الحمد لله الا بخير. ترخفت وحتى هذيك الوسواسه قلت. يعني انا في دماغي كان ديما كنحاول، ديما دماغي عامر، فهمتي. الحمد لله جاني واحد اليقين اخر، ان الحمد لله داك الشيء بدا كيزول شويه بشويه، وان شاء الله يزول ويزول دائما. الله يحفظك. واخا خويا مروان، حتى تصيفطها لي، نيت كنت باغي نقولها لك. تبارك الله عليك، الله يحفظك. حتى تصيفطها لي، حتى هي ان شاء الله نبقى نسمعها ونبرو نشوف التلفازه ونزهد الصوت. ان شاء الله. بالنسبه للبروغرام، ان شاء الله راني عقلت على شي بعض الاذكار، والاذكار اللي كنت كنقول كنت كنستعملهم البارح يعني قبل النوم وفي الصباح، الحمد لله. وان شاء الله نتبع البروغرام، ندير فيه او مو واحد الشهر متابعه، ولا واحد شهرين متابعه، ونشوفوا التغيير كيفاش غادي يكون. الله يرحم لك الوالدين خويا مروان. ومن اللي تجي عند صالح راه غادي نشوفوا ان شاء الله ضروري. رانا قلت لصالح كنتي ضروري علمني. الله يبارك فيك خويا مروان.